السلام عليكم ورحمة الله تعالى بإذن الأعزاء. المرة اللي فاتت شفنا درس على البريسنتي دي إنديكاتيفو أو فيديو على البريسنتي دي إنديكاتيفو. اليوم إن شاء الله راح نشوفو لوس برونومبريس بيرسوناليس دي برونو بيرسونال. هل هذا الدرس يدخل في البكالوريا؟ طبعا لا، ما نحط علاقة ببرنامج البكالوريا. إذا ليش نقراو؟ كيما قلت لكم المرة اللي فاتت راح نديرو مراجعة للدروس اللي قريتو في الدوزيام اني، لأنه كاين دروس ضرورية ومهمة جدا متعلقة بالبرنامج البكالوريا باش نديرو إن باص صحيحة. إذا تبع بعض لي فيديو اللي ندير بالترتيب، وإن شاء الله نكمل لكم المراجعة باش ندخلو في برنامج البكالوريا. أنا قادر نبدأ لكم في البرنامج تاع البكالوريا، بصح على بالي كاين طلبة أحرار، كاين ناس ما قراتش، كاين إتسيتيرا. لازم نبداو بكل أنصوب مع بعضنا، نديرو مراجعة الدروس كيفاش فهم العام يفات، الدروس الضرورية ناكد، ومن بعد ندخلو في برنامج البكالوريا. على الأقل كي تقرا درس يجيك ساهل، لأنو هذا بار إكزومبل هذا ضرورية. كاين دروس في البكالوريا لو كان متكونش تعرف لي برونو بيرسون ماعرفش تقرا. إذا نبداو على بركة الله، لوس برونو بيرسوناليس هذو الولاد أنواع. كاين لي برونو بيرسونيل سوجي سوخيتو اللي هما الضمائر. أنا يو تو إل إيا أوستي نوسوتروس فوسوتروس إيوس إياس أوستيدس. هذو الضمائر، هذو معروفين ومفروغ منهم، ما فيهم حتى فتوى. أنا لي برونو بيرسونيل ريفليشي لوس برونومبرس ريفليكسيفوس. هذو الولاد وهذو أي فعل، شوفوا معنا هذو الولاد أي فعل ينتهي بس أو أغفا، يعني مثلا بارز نقول لك لي بان طارسي كوس طارسي يا ما سي بس تير سي. شوف الأفعال هذو في النهاية عندها نهاية تاع أسكو سي سي. أي فعل ينتهي بأسكو أما فا كونجيكيه أغيك لي برونو ريفليشي كيما في الفرنسي. هذو يعتبروا لي فيرب برونومينال. مثلا نهزو لي فيرب لي بانتارسي، نجي كونجيكي لي فيرب لي بانتارسي هذا نقولو جو مو لاف، يعني مي لي باندو، يو مي لي باندو، تي لي بانتاس، سي لي بانتا، نوس لي بان تاموس، أوس لي بان تايس، سي لي بان تان. مي لي بان تو تي لي بان تاس، سي لي بان تانوس لي بان تانوس، أوس لي بان تايس، سي لي بان تان. يعني أونكا تاك في الجرامر تاك فير أونتر بارونتيز. شوف ساعة اسكو في اسكو، اذا كان في اسكو لازم تزيد هاد لي برونو لا بوزيسيون تاعها تكون قبل الفعل دائما، مش دائما. زعما كاين حالات اللي يكون دروك من بعد نهضروا عليهم لا بوزيسيون تاع لي برونو. اذا هذا بالنسبه لي برونو بيرسونال ريفليشي، هذا يكونوا في لي فيرب برونومينال، يعني اي فعل يبدا باس او ان فا كونجيي افيك لي برونو. الان نمر للكومبليمون اوبجي ديريكت وانديريكت. الان الولاد لي برونو بيرسونيل هادو نوس برونو بريس بيرسوناليس كومبليمنت اوبجيكتيف ديريكت، يعني لي برونو بيرسونيل اللي يعوضوا ان كومبليمون اوبجي ديريكت، وهادو لي برونو بيرسونيل اللي يعوضوا لنا ان كومبليمون اوبجي ديريكت بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. طبعا اول حاجه قبل ما نشوفوا لي برونو لازم نعرف ساعه واش هو كومبليمون اوبجي ديريكت. مثلا نقول لك ليو اون ليبرو، ليو اون ليبرو، ليو هو لو فيرب اون ليبرو. باش تعرف الكومبليمون اوبجي ديريكت ديما بوزي لا كيسيون كي، لازم نطرح لا كيسيون كي على لو فيرب كي ليو، ليو اون ليبرو ماذا اقرا؟ اقرا كتابا، هذا سي او دي. الكومبليمون اوبجي ديريكت ريسيبي استا كوسا كون لا بيرسون كي ريسيبي لا
اكسيون. نزيد نشوفوا مثال، عاده يكون شيء ولكن احيانا يكون شخص. مثلا يقول لك اي بيستو ان توس بادرس. اي بيستو هو الفيرب، كي بيستو يو بيستو توس بادرس، ا توس بادرس كومبليمون في ديريكت، يعني ماذا رايت ورايت والديك. زين نشوفوا مثال واحد اخر، مثلا نقول لك بيدرو بيدرو كومي اونا مانزانا. بيدرو ياكل تفاحة، ماذا ياكل؟ ياكل تفاحة. كي كومي بيدرو كي كومي كومي اونا مانزانا. اذا الكومبليمون في ديريكت الكومبليمون دو بريت ديريكتو esta cosa o la persona que recibe la acción. هذا باش نفهم السبب شنو الكومبليمون في ديريكت وكيف نعرفو. الان نمر للتعويض، كيفاش نعوض الكومبليمون اوبجي ديريكت بالبرونو بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. نجيو المثال الاول، المثال هذا. اذا قلنا بلي الكومبليمون اوبجي ديريكت هو لي برو سي او دي. كيفاش نعوضو؟ نقول لك لو ليو، لو ليو اقرأ كتابا اقرأه. زين شوفوا مثال واحد اخر، مثلا نقول لك البروفي اكسبليكا لا ليكسيون. السوجي الفيربو كي اكسبليكا البروفيسور اكسبليكا لا ليكسيون، هذا كومبليمون اوبجي ديريكت. ما هو البرونون اللي يعوض لا ليكسيون الاولاد؟ هل هو مي؟ هل هو تي؟ هل هو اوس ولا لاس ولا لوس؟ كي تجي تشوف هنا تقول لا ليكسيون، البرونون اللي يعوضها هو لا. اذا نكتب البروفي لا اكسبليكا، الاستاذ يشرح الدرس، الاستاذ يشرحه ولا يشرحها. اي بيسترو ا توس بادرس. عادة الكومبليمون في ديريكت يكون شيء ولكن احيانا يكون شخص. في هذه الحالة يمكن اي كي بيسترو، كي اي بيسترو ماذا رأيت؟ رأيت والديك. إذا هذا كي بيسو بيسو أتوس بادريس كومبليمون أوبجي ديريكت. لما يكون الكومبليمون أوبجي ديريكت نزيدو أن، أون بيرسونا نزيدو أن، هذه أن. صح، نجيو للتعويض، نعوضو الكومبليمون أوبجي ديريكت. واش هو لو برونو من هذا؟ يا أخي ماذا الكومبليمون أوبجي ديريكت؟ معناها راني هنا، راني هنا، هي كومبليمون أوبجي ديريكت. إذا لو برونو بيرسونال اللي يعوض أتوس بادريس واش هو؟ هل هو مي؟ هل هو تي؟ هل هو لو؟ لا؟ نوس أوس؟ نوس لاس؟ إذا هو نوس أو جمع مذكر سن ماسكولينو بلورال. إذا نقولوا لو لوس بردون لوس إي لوس إي بيسكو. رأيت والديك، رأيتهم. مفهوم الأولاد؟ إذا الأولاد لوس برونومبرس بيرسوناليس كومبليمنتو أوبخيتو ديريكتو. باش نعوض أن كومبليمون في ديريكت أم عندي ضمائر. لا ديفيرونس فيهم كل تجي دينا في لا تروازيام، مام الآخرين كاين سي لي برونو ريفليشي زي بعضها نقول غير في لا تروازيام. هم زي بعض الفرق بيناتهم غير في التروازيام سيمبلي اي بلوري، لا تيتيرا بيرسونال سيمبلار اي بلورال. هذا فيما يخص الكومبليمون اوبجي ديريكت. الان الاولاد نفوتوا للكومبليمون اوبجي انديريكت. اول حاجه لازم نعرف شو هو صح الكومبليمون اوبجي ديريكت. نرجو المثال تاع قبيله، قلنا ال بروفي اكسبليكا اكسبلي كا
La lección. الأستاذ يشرح الدرس. A los alumnos. A los alumnos. El profesor explica. El profesor va. El sujeto, sujet, explica. Voilà le صح باش نعرف لو كومبليمون اوبجي ديريكت الولاد لازم نقول اكيان اكيان ولا بار بار اكيان اكيان ولا بار اكيان البروفيسور اكسبليكا لا ليكسيون اكيان الوس الوموس الكومبليمنت اوبجيكت ديريكت انديريكتو اس البينيفيسياريو دي لا اكسيون ديال الفيرب يعني هو المستفيد من الـ من الـ من الفعل صح نجيو لعمليه التعويض البروفي اكسبليكا لا ليكسيون ا لوس الومنس يعني الاستاذ يشرح الدرس للتلاميذ عندنا قلنا هذا السوجي Es el sujeto, es el verbo, la lección complemento objeto directo y a los alumnos es el complemento objeto directo. Habitar complemento objeto directo, el que explica, explica la lección. ¿A quién? ¿Himen? A los alumnos. La engine out had el complemento objeto directo. Yo me salí por una persona el complemento objeto directo, ma, me, te, le, nos, os, guadna, les. ما هو ال وش هو البرونو بيرسونيل اللي عوض الوس الوموس الاولاد اسكو مي تي ولا لي ولا نوس ولا اوس ولا ليس اذا راح شوف بلي راهو ليس ها ال البروفي دائما شوف هنا لا بوزيسيون تاع لا بوزيسيون تاع تو لي برونو تكون ديما ماشي دائما دونك بعد نشوفوا الحاله تاع قبل الفعل البروفي ليس اكسبليكا لا ليكسيون يعني هاي لا بوزيسيون الا في حال الانفينيتيف تكون بعد الفعل لاسلامان والامبيراتيف يعني تكون بعد الفعل لاسلامان والجيرونديف اما باقي الازمنه تكون قبل الفعل avant le verbe conjugué et le prophète laisse expliquer soit pronom réfléchi ولا complément objet direct ولا indirect هنا قلنا la position تكون قبل الفعل نزيد نشوفوا مثال واحد اخر مثلا la madre prépare la comida La madre, sujet, prépare le verbe, la comida qui prépare, prépare la comida, la comida ou le complément objet, direct. A los niños. El humo tohater un ekle, l'atfal. A quien prépare la comida, a los alumnos, a los, perdón, los niños, a los complément objet, indirect. إذن a quien prepara la comida a los alumnos هذا كومبليمون اوبجي ديريكت نجي لعملية التعويض الضمير اللي يعوض لوس نينيوس هو وليس ها لا مادري ها ديما قبل الفعل قبل الفعل ليس بريبارا لا كوميدا الأم تحضر الأكل للأطفال الأم تحضر لهم الأكل زيد نشوفوا مثال واحد آخر مثال واحد آخر نقول لك اسكريبو أ تو بادري اسكريبو أون كارتا أنونسي اسكريبو أ توس بادريس اسكريبو Es el verbo a tus padres, es el complemento objeto indirecto. ¿A quién escribo yo? Escribo a tu padre. ¿Verdad? Yo le amerito a huir. Yo el pronombre a tu padre o a
سكمي ولا تي ولا ناقص، إذن هو لي إسكريم. وراسله ولا اكتب له رسالة ولا. كان هذا الدرس اليوم الأولاد نعاود بالمختصر مفيد لوس برونون بريس بيرسوناليس. كاين لي برونون بيرسونيل سوجي اللي هما يعطوا الضمائر، كاين لي برونون بيرسونيل ريفليشي ريفليكسيف وسا دو نيغون في الفيرب، يعني اي فعل ينتهي باس مثلا لي بان طار سي كيما قلنا تجي في اس او كونجيكيها مع لي برونون مي تي سي نوس اوس ليس. وشفنا لي برونون بيرسونيل كومبليمون اوبجي ديريكت وكومبليمون اوبجي انديريكت، هو لي برونون اللي عرضوا كومبليمون اوبجي ديريكت لي برون لي عرضوا كومبليمون اوبجي انديريكت. قلنا باللي لا بوزيسيون تاعها ديما تكون قبل الفعل الا في حاله الانفينيتيف والامبيراتيف وجيروندي يكونوا من هنا لاصقين في الفعل. دونك في جينار نشرحهم ان شاء الله. حبيت نذكر بعض الاولاد انهم قريتهم في الدوزيام اني، بصح كاين دروس البكالوريا تحتاجهم هذا اما باش نزيد نديتاي فيهم باسكو كاين حالات وين نعوض السي او دي والسي او اي. انا ديما نختصر نركز على الحاجه الضروريه اللي نحتاجها. قلت لكم كاين حالات وين تعوض الكومبليمون اوبجي ديريكت وانديريكت مع بعض. مثلا نقول لك البروفيسور اكسبليكا لا ليكسيون ا نوس الومنوس، البروفيسور سي لا اكسبليكا، على درنا سي خطرات اخرى نشرحهم معنا. الدرس الجاي ان شاء الله راح نوظفوا فيه هذا لي برونو بيرسونيل كومبليمون اوبجي انديريكت. كان هذا الدرس اليوم، ان شاء الله في الدرس الجاي بزاف راهم يقولوا لي زيد لنا دروس وكذا، اصبروا علينا شويه الاولاد راهو عندنا شويه ظروف ان شاء الله تتريك الامور. نعاود ناخذو بشكل روتيني يومي ولا نهار بنهار ولا نديرو في سيو نهار ديما نحط لكم الفيديوهات ان شاء الله تفاعلوا معنا بارطاجيو من خيوتكم لما الناس بزاف هي تسوفري ما قراش كاين لي ليبر كاين لي راهو في الدار. وان شاء الله راني معكم حتى لاخر درس في البرنامج. انا بدينا مراجعه من دروس السنه الثانيه ان شاء الله حتى اخر درس في البرنامج. ربي قدرنا بارك دعيونا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.